ولا طب استودعوا أنفسكم. قلت فعلوا خير يا أخوان. ايش فيك مناقرني مناقرني؟ أسبوع هل عندك كلمة صح؟ كني واحد من الثانوي صح؟ صدق والله صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا جت في خاطري كلمات بسيطة لعلها لقلتهم تصل من القلب إلى القلب. بعض الأشخاص قد يفقد الأمل من ناحية التوبة، أو قد يفقد الأمل من ناحية أنه الله سبحانه وتعالى قد يعني يغفر له ذنبه. طبعا هذا من أكبر الأغلاط أو من أكبر الأخطاء اللي يواجهها المسلم تجاه الله سبحانه وتعالى، أنه يفكر بالله سبحانه وتعالى هالتفكير. أنا بذكر لكم قصة، القصة هذه قد تكون على قولتهم تمحو كل الأفكار السيئة من رأس المسلم اللي يفكر بهالغلط. فرعون الطاغية اللي تكبر وقال أنا ربكم الأعلى، تمام، لما عاقبها الله سبحانه وتعالى عاقبها بإيش؟ بأنه أغرق، تمام. في وقت الغرق وهو يغرق كان أحد الملائكة، أنا ما أذكر اسمه بالضبط، كان يجي عند فرعون ويحط في فمه تراب. كان جبريل، كان جبريل يأتي بالتراب ويحطه في فم فرعون، وفرعون كان يحاول يقول آمنت بربي موسى، آمنت بربي موسى، وجبريل كان يأخذ التراب يحطه في فمه، يأخذ التراب يحطه في فمه عشان ما يتكلم، إلين مات. لما ذهب جبريل عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى سأله الله، قال ليش يا جبريل فعلت كذا بفرعون؟ قال يا الله أخاف أن يقول فرعون آمنت بربي موسى، أو أخاف أن يقول لا إله إلا الله فتغفر له فتدخله الجنة. يا الله، هذا هو فرعون الطاغية اللي يقول أنا ربكم الأعلى، أكفروا بالله وأؤمنوا بي أنا. شوفوا كيف قال جبريل عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فما بالك أنت، أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت موحد، أنت الحين قاعد هنا تصلي الفجر معنا، ما بالك لو تقول يا رب اغفر لي؟ كيف هالدعوة وتصل الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الكلمة اللي كانت في خاطري. وغير كذا أنه أنا شفت ناس كثير كانوا يشتكون من هالناحية أنه الله ما راح يغفر لنا أو الله ما راح يتوب علينا. الله يسعدكم وبيض الله وجيهكم وباب التوبة مفتوح، الله يسعدكم. ثاني شيء، بصفتي سفير وقف أم الحنونة أذكر أخواني ما خلف الكنب، لا في أيضا السفراء اللي ما قد أخذوا، معاذ عبد الرحمن، محمد الشهراني، علي الكلثمي، الشباب بشكل عام اللي ما أخذ السفارة، إسماعيل النصار، محسن الشهاري، ايه باسمي كالسفير الاصلي والسفراء اذكر بوقف ام الحلو. فالله الله بالصدقه، الحمد لله في بعض الشباب ما حضروا انه وقف ام الحنونه وصل الى 35%، ف 37%، فالحمد لله في فتره قصيره وصل الى 37%. فاللهم لك الحمد، الله الله بالبدار، ما عاد بقى الا 5 ايام، ان شاء الله الخمس ايام عاد قوتهم تنتهي ويكتمل الفقه باذن الله ان شاء الله، عاد وما ذلك على الله بعزيز ان شاء الله يا رب باذن الله. غير كذا عنوانها ام الحنونه، فالله يسعدكم. معليش علي طاله، اي لاف يو سو ماتش.